مساكم الله بالخير، معاكم صادق قاسم. أنا مختبئ جاهز دخون، أكيد سمعتوا عنه، لكن خل أقول لكم شنو قصته. بسنة 2016 كنت أشوف زوجتي قاعدة تتبخر، وكانت عملية التبخر حق شعرها جدا مؤذية. كان أقول لها أنا راح أسوي لها جهاز يخليك تتبخرين بيد واحدة وين ما تكوني. وبالضبط خذيت أسبوعين سويت أول نموذج حق دخون، ولما شفت أن الجهاز كان عملي ومفيد وعطتني رأي، قالت لي صادق أن هذا المنتج وايد ناس راح تستفيد منه وايد ناس قد تحتاجه، فخذيته ورحت حق الأخوان في بوتيكات، لأن مثل ما أنتم عارفين بوتيكات المنصة التسويقية الأولى في الخليج في الكماليات والإكسسوارات. وأول ما عرضت عليهم عجبهم، فقلت لهم إن شو رايكم نتعاون مع بعض على أساس إن إحنا نطور هذا المنتج، بدال لا تكون فكرة أو نموذج بسيط يكون منتج يباع للخليج كله. وبالتالي رحت على إيطاليا وألمانيا وهولندا على أساس إني أطابق أو إني أسوي نماذج عملية تطابق فيها المعايير والاشتراطات الدولية. وبالفعل قدرنا ننجح إن إحنا صممنا فيه الجهاز، وأول ما خلصنا التصميم استعينا في الفنانة الكبيرة أحلام وخذينا رأيها في موضوع التصميم، وعطتنا اقتراحات جدا جميلة، وجدا استفدنا أن احنا شلون نطور جهازنا ويكون مناسب لجميع أنواع البخور المستخدمة في الخليج. وبعد ما خلصنا مرحلة التطوير في أوروبا صار في تعاون ما بيننا وما بين أحد المصانع اللي موجودة في الصين، وهو أيضا تابع لأحد الشركات الكبيرة في أوروبا، على أساس أن هذا المصنع ينتج لنا الكميات التجارية اللي احنا محتاجينها. وبعد ما خلصنا أول دفعة يبنى شركة مدققة للجودة والأداء للمنتج، وكون أن احنا في عمليات الإنتاج نفحص المنتج عشوائيا 4 مرات، أيضا فحصنا المنتج بعد ما أنتجنا فحص عشوائي تبين أو طلع التقرير ويقول أن ممكن تحسين أداء المنتج، وممكن أيضا إضافة عناصر أو أجزاء داخل المنتج تزيد من المتانة. وبالتالي بوتيكات وأنا قررنا أن احنا الكمية التجارية الأولى ما ننزلها السوق، رديناها بالكامل وخذينا على عاتقنا التكاليف هذه، وأيضا طورنا المنتج مرة أخرى، واليوم أنتوا تشوفون المنتج الحمد لله ناجح في جميع الأسواق الخليجية. ما وقفنا على كذي، سجلنا براءة اختراع دولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سجلنا براءة اختراع في مكتب مجلس التعاون الخليجي. منتج دخون فكرة خليجية من منصة تسويق خليجية، وأيضا من فنانة الخليج أحلام، نجح بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثقتكم فيه، وهو حصري عند الفنانة أحلام في بوتيكها. مشكورين.